ودع الوسط الفني خلال الساعات اللي فاتت بقلوب حزينة الطفل رضا ابن الفنان إسماعيل الليسي اللي توفى في حادث مأساوي بعد سقوطه من الدور العاشر من بلكونة البيت. الحادثة حصلت بشكل مفاجئ ومحدش كان مصدق أن الطفل اللي كان لسه في بداية حياته هيموت بالطريقة دي، لكن قضاء الله نافذ لا محالة. الفنان إسماعيل الليسي اللي تعرف بأغانيه الشعبية اللي حبها الجمهور واللي كان أشهرها أغنية سألت كل المجروحين في مسلسل ابن حلال، استقبل الخبر بصدمة كبيرة، وكل اللي كتبوا على صفحته مع صورة لابنه الراحل: ابني وابن عمري في ذمة الله. كتير من الفنانين قدموا التعازي عبر السوشيال ميديا، وكان واضح قد ايه الحادث اثر فيهم، وعلى رأسهم الفنان الشعبي طارق اللي كتب بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك قال فيه: ايا رضا يلي وجعت قلبي، انا لله وانا اليه راجعون، توفى الى رحمة الله ابن اخويا وصاحبي اسماعيل الليسي، ارجو الدعاء بالرحمة. التقارير بتقول ان الولد وقع فجأة وفقد توازنه من البلكونة ونزل على سطح البيت اللي قدامهم، ولما حاولوا ينقذوه اكتشفوا انه عنده ثقب في المعدة، وده اللي أدى لوفاته على طول. الشرطة والنيابة بدأت التحقيق في الموضوع على طول، والنتائج الأولية بتأكد أنه حادث عرضي ومفيش شبهة جنائية، وتم استخراج تصريح الدفن تمهيداً لتكريم رضا الليثي لمثواه الأخير. للفقيد الرحمة ولأسرته وذوي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.